لذة الإيمان لولاها هواهم في القلوب وفي الحشا هذا قلب لذة الإيمان لولاها هواهم في القلوب وفي الحشا هذا قلب لذة الإيمان سيد البرهان لولا هواهم في القلوب وفي الحشا ماذا قلب لذة الإيمان كل من كتاب الشهادة آثم من وأهدى البريئة جاني لولا هواهم في القلوب وفي الحشا ماذا قلب لذة الإيمان أن من العلي لبسته نعم الإحساس وجل من أعطاني أولى هواهم في القلوب وفي الحشا ماذا قلب لذة الإيمان وفي الحشا ماذا قلب لذة خد هنا ماشي هو كده بيعد فوق هو كده شغال بس انت حاول تركز بقى هو طبعا من التمارين الخشبه موجود هذه الليلة رجال
عارف قلت لنا ماشي انت وديته فين؟ اه ورميهم ماشي فوق ده ليه؟ اسمع من الشيخ يلا اسمع مولانا الحمد لله رب العالمين اياك نعبد تماما من الشيخ الصور المؤمن جوا بتخش الحرامي
فعل الرجال ما يا القوم في الحق تدعى لموري وهو في لجد لجد البحار نجا من سطوة العدم على السطوح وإيه أحمد البدوي فحل الرجال إمام والحمى في حرب قد كنت طفلا صغيرا حزت منزلته وهمتي قد علت على سائر الهمم أنا السطوح وإيه أحمد البدوي فحل الرجال إمام الحمى في الحرم أنا المنسم أنا السلطان أنا العطاء ليس التخلي عن أتباعي من شيامي أنا السطوح وإيه اسمي أحمد البدوي من الرجال العين ودودي ما له أم الولاء من حبى شيخك شيخا واصلا يا مريدي
النبي بسم الله. طبعا النبي عدد يا ضد الحسين عدد 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 احمد عدد يا صاحب المدد احمد عدد تذكر الله طلع النبي صلى الله عليه وسلم Yeah.